عندي خبر مهم في حصري مع شوبير الا وهو انه النادي الاهلي النهارده وافق على انه يخوض بطوله السوبر المصري بالحكام المصريين الحكام اللي تم اعلان اسمائهم احمد الغندور وامين عمر ومحمد معروف ومحمود ناجي وباقي الحكام سواء المساعدين او على الفار الساحه امين عمر محمود ناجي احمد الغندور محمد معروف والاحتياطي بتاعه محمد عادل المساعدين محمود ابو الرجال وهاني خيري واحمد حسام طه والفار محمود عاشور ووائل فرحان خطوه النادي الاهلي النهارده هي خطوه ممتازه جدا 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 ورائعه واتصور انها خطوه نحو اعاده الثقه من جديد ما بين النادي الاهلي وبين المنظومه كلها بدءا من الحكام الكرة الآن في ملعب الحكام أنه الأهلي مش عايز غير العدالة مش عايز غير الحياد هو مش عايز يلجأ للحكام الأجانب أبدا لكنه الأهلي ملوش طلب غير العدالة والحياد وبالتالي كان قرار مجلس الإدارة سنخوض السوبر بالحكام المصريين رغم الإعلام من قبل أن الأهلي سيطلب حكام أجانب لكن يبدو أن هناك من يعني صمم في داخل النادي الاهلي على ان احنا ندي الفرصه من جديد للتحكيم المصري ليظهر وجهه الجميل اللي بيظهر دائما وابدا في المناسبات الخارجيه وعايزين يظهر كمان في المناسبات المحليه باذن الله